خلونا نبتدي مع بعض باهم الاخبار اللي حصلت امبارح واللي ابرزها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي شهد افتتاح معرض مصر الدولي الاول للطيران والفضاء بمدينه العلمين. امبارح ايضا شهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي العرض الجوي اللي اقيم على هامش افتتاح معرض مصر للطيران والفضاء اللي بتشهد فعالياته حاليا مطار العلمين. أخبار كتير حصلت امبارح. الرئيس عبد الفتاح السيسي شهد افتتاح معرض مصر الدولي الأول للطيران والفضاء في مدينة العلمين 2024 في نسخته الأولى اللي بتستمر فعالياته على مدار 3 أيام بمطار العلمين الدولي تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وده من يوم الثلاث ليوم الخميس. وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي أيضاً امبارح العرض الجوي على هامش معرض مصر للطيران والفضاء بمطار العلمين. وبيعتبر معرض مصر للطيران والفضاء بالعلمين حدث عالمي فريد في مجال الطيران والفضاء في إفريقيا والشرق الأوسط، وبتبدأ العروض الجوية بمشاركة أكثر من 300 شركة وجهة من مصنعي الطيران وصناعات الفضاء حول العالم ممثلين لأكثر من 100 دولة، ليتم خلال الفعاليات الكشف عن طرازات مختلفة للطائرات المدنية والعسكرية والموجهة. امبارح عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لدى وصوله بكين اجتماع مع تشاو لو جي رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، أعقبه عشاء عمل رسمي، وبيأتي ذلك قبيل بدء أعمال منتدى التعاون الصيني الإفريقي اللي بتستضيفه الصين خلال الفترة من 4 ل 6 سبتمبر الجاري، وبيشارك فيه دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء نيابة عن فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية. وأكد رئيس الوزراء أن مصر تنظر إلى الصين بوصفها مثال يحتذى به في مجال البناء والنهضة العمرانية، وأن بكين تعد شريك استراتيجي لمصر في مواجهة الأزمات الدولية الراهنة. كما أكد مدبولي دعم الحكومة المصرية للشركات الصينية العاملة في مصر، حيث يحرص على زيارة مشروعاتها بمصر ومتابعة سير العمل بها وتذليل العقبات أمامها في رسالة واضحة لدعم مصر لتلك المشروعات. أيضاً امبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك إن الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة التقى بالفريق الركن بحري عبد الله بن خميس بن عبد الله الرئيسي رئيس أركان قوات السلطان المسلحة بسلطنة عمان والوفد المرافق له اللي بيزور مصر حالياً. وأجريت له مراسم استقبال رسمية بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطني لكلا البلدين. تناول اللقاء عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وسبل دعم علاقات التعاون العسكري بين القوات المسلحة لكلا البلدين الشقيقين في العديد من المجالات.